الآن حبايبي رح نقوم بحل السؤال أيضاً الثاني صفحة 142. طبعاً هذا السؤال مو محلول، السؤال السابق مثال 2 كان محلول لكن هذا السؤال غير محلول، فأرجو منكم تدوينه على الدفاتر. طيب نشوف السؤال صفحة 142. أحسب مساحة قطعة الأرض الموضحة في المخطط المجاور بطريقتين مختلفتين ثم قارن بينهما. طبعا أنا حابة أحكي لكم أنه مو شرط دائما نمشي على نفس الطريقة، يعني ممكن في ناس يقسموا الشكل لأشكال أخرى، لكن في النهاية لازم نكون كلنا نفس الإجابة. ومش شرط دائما نقسمه على فكرة بس لشكلين هندسيين، لا ممكن أقسمه لثلاث أقسام، ممكن أقسمه لأربع أقسام، ممكن أقسمه لقسمين حسب الشكل وحسب أنت دائما بتشوف شو الطريقة الأسهل بتوفر عليك وقت وجهد، امشي عليها أسهل. طيب نشوف الأرض الموجودة عندي، هذا مخطط الأرض تمام، طالب مني أني أحسب المساحة. طبعا أنا برضو رسمتها هنا عشان تكون أوضح وأكبر ونعرف نشتغل عليها. طيب شوفوا معاي هاي الأرض، طالب مني أني أنا أحسب مساحتها. أول شيء بعمل يمس بالسؤال، بطلع على الشكل بقول طيب في عندي أنا شكل هندسي معروف على هذا الشكل؟ لا. طيب بما أنه ما عندي إذا ما بقدر أحسب مساحتها على طول، لازم تغلبني شوي، شو بدي أعمل فيها؟ لازم أقسمها لأنها هي كلها على بعضها كاملة، كلها على بعضها كاملة، ما في شكل هندسي انت اخذته بهذا الشكل، ما في شكل هندسي انت اخذته بهذا الشكل وله قانون وتقدر تحسب المساحة تمام. فبتقول انا ما عندي قانون لهذا الشكل، فبقول لك طيب شو رح تعمل، شو الحل اللي عندك؟ بتقولي مس بدي اقسمه تمام. طيب نطلع فيه كيف بدنا نقسمه. انا شايفة انه انا ممكن اجي ارسم خط هون ويصير عندي مستطيل فوق ويصير عندي مستطيل تحت تمام. طيب تعالوا نشوف كيف لو جينا هون شفناها على الرسم انها اصغر تمام. حاجي احط خط، وين الخط حرسمه؟ هون، شايفين معي؟ باجي برسم الخط بهذا الشكل طيب شو صار عندي؟ صار عندي هون فوق مستطيل وصار عندي تحت مستطيل. طيب بعد ما قسمنا لازم نيجي نشتغل على الشغلة اللي كتير مهمة اللي هي ايش يا خامس؟ طول الأبعاد. طول الأبعاد لازم نعرف الطول والعرض لكل واحد منهم. طيب نيجي نبدأ في أول واحد اللي فوق تمام؟ يلا هذا عندي المستطيل اللي فوق، أنا حظلي له عشان نشوفه بهذا الشكل. يلا نبدأ فيه. أول شيء عندي معطيني طول ضلع من أضلاعه اللي هو 4 كيلومتر تمام؟ طيب لو طلعنا في مين المجهول اللي أنا ما بعرفه من أضلاعه، مين المجهول من أضلاعه أنا ما بعرفه، مين عندي المجهول اللي هو هذا الضلع الكبير تمام، هذا الضلع الكبير اللي هون، إذن هذا معروف 4 تمام. باقي عندي أعرف الطول. طب كيف بدي أعرفه؟ هتقولي مس أنت قلتي منستعين بالضلع المقابل إله تمام، تعال نستعين فيه. أنا بعرف إنه هذا الضلع، الضلع اللي مقابله مساوي إله، الضلع اللي مقابله مساوي له، لكن إذا بتنتبهوا الضلع المقابله مجزئ لنا إياه لأجزاء ومعطينا قياس كل جزء. تعالوا نشوف. طيب هذا الضلع قلنا هذا اللي بقابله، هذا اللي بقابله كله اللي حامله هيك بهاي الإشارة تمام، هذا كله بقابله. طيب هذا اللي بقابله كم طوله؟ ما أعطاني إياه طوله كامل، لا أعطاني طوله على أجزاء، حكالي من هون لهون السهم اللي بالعرض يعني طوله، اللي بالطول طبعا لا، من هون لهون 3 طيب، ومن هون لهون هيها 5 طيب، ومن هون لهون هيها 1. إذن حعيد مرة تانية، أنا بدأت بالشكل الأول اللي هو المستطيل اللي فوق. قبل ما أبدأ أحسب المساحات لازم أتأكد إني أنا عندي الأبعاد، شو يعني الأبعاد؟ يعني الطول والعرض لكل شكل. طيب هو معطيني بعد من أبعاده اللي هي 4 كيلومتر اللي هو العرض، بضل علي الطول، الطول ما أعطاني إياه، فمين بستعين؟ بالمقابل له. إحنا بنعرف إنه كل ضلع في المستطيل يساوي الضلع المقابل له. طيب الضلع المقابل له معطيني إياه على أجزاء تمام، حكالي من هون لهون 3 ومن هون لهون 5 ومن هون لهون 1. إذن هذا الضلع كيف بدي أجيب طوله؟ حيكون عبارة عن 3 زائد 5 زائد
واحد، تمام؟ اللي هي 3 5 8 1 9. إذا هذا الضلع حيكون 9 كيلومتر. طبعا استعملت كيلومتر لأنه هو أصلا بالسؤال معطيني الوحدة كيلومتر. إذا هاي أول فكرة عملناها، تمام؟ هيك أمور المستطيل الأول، تمام؟ لأنه أنا عندي ضلعين وخلص، عندي العرض والطول، تمام؟ إذا هذا المستطيل رقم 1، تمام؟ ليش قلت 1؟ لأنه واضح إنه هذا كمان شكله مبين إنه مستطيل، فرح نقول مستطيل 1 ومستطيل 2. طب نيجي على المستطيل 2، شوفوا أموره واضحة ولا لا؟ المستطيل 2 هذا عنا العرض وهذا عندي الطول، طبعا أموره واضحة وسهل. هذا معطيني طوله كاتبه، هاي شايفين السهم اللي بالطول، هذا كم طوله؟ 2 كيلومتر، وهذا عندي العرض 5 كيلومتر، فهذا ما في صعوبة إني أجيب بعد من أبعاده، فهذا حقول عنه مستطيل 2. طب الآن كيف بحسب المساحة للأرض؟ رح أجيب مساحة المستطيل 1، مساحة المستطيل 2، وأجمعهم مع بعض، وأجمعهم مع بعض. طيب يلا، المستطيل 1 يا خامس، شو قانونه؟ الطول ضرب العرض، الطول ضرب العرض اللي هي 9 ضرب 4، والمستطيل الثاني الطول ضرب العرض اللي هي 5 ضرب 2، وبعدين إيش حنعمل؟ هنجمعهم مع بعض. رح أجي أعمل على خطوات، هقول 1، تمام؟ مساحة المستطيل 1، تمام؟ يلا شو القانون؟ قلنا طول ضرب العرض وتساوي، حكينا طوله اللي احنا جبناه 9 وعرضه 4، فرح نقول 9 ضرب 4 تساوي 36. طبعا لا ننسى الوحدة، ومعطيني اياها بالكيلومتر لانها مساحة مربع. طيب نيجي على الخطوة الثانية اللي هي حنحسب مساحة المستطيل 2، برضو الطول ضرب العرض. يلا هذا كتير كان سهل، طوله 5 وعرضه 2، فرح أكتب 5 ضرب 2 كم تساوي؟ 10 كيلو متر مربع. طب شو رح نعمل هلأ؟ رح نيجي على مساحة المستطيل الأول وعلى مساحة المستطيل الثاني وأجمعهم، تمام؟ فرح نكتب 3 اللي هي مساحة قطعة الأرض، تمام؟ تساوي 36 زائد 10 تساوي 46 كيلو متر مربع. طبعا حرسلكم الحل أيضا مصور حبايبي وتشوفوه واضح. إذا هذا كان اليوم فكرة درسي، كيف أوجد مساحة أشكال. هاي الأشكال ما إلها شكل هندسي رياضي معروف، إله قانون مساحة. لكن فرق بين فكرة اليوم والفكرة الحصة الماضية، الحصة الماضية ما كنت أعطيكم أطوال للأضلاع وكان يعطيني الشكل مرسوم على شبكة، اليوم لا، بيعطيني أطوال ومش مرسوم على شبكة. فالفكرة إن نقسمه لأشكال هندسية معروفة، وبعدين نحسب مساحة كل شكل، وبعدين نجمع هاي المساحات ونطلع المساحة كاملة. طبعا في ناس ممكن على فكرة نفس الشكل اللي احنا درسناه قبل شوي ما يعملوا نفس طريقتي، بس ممكن يعملوا 3 مستطيلات، فيجي من هون لهون يعملوا مستطيل، تمام؟ يعني يجي يرسم خط من هون لهون ويعمل لي اياه مستطيل، ويجي يرسم خط من هون لهون يعملوا مستطيل، فبصير عنده 3 مستطيلات، تمام؟ ممكن. طيب حبايبي، أنا حعطيكم إن شاء الله كمان الحصة الجاي رح نحل تمارين ومسائل، رح أعطيكم أنا بس واجب سؤال، لكن قبل ما أعطيكم إياه في هنا تعلم لازم ندرسها. بحكي لي الإشارة اللي بهذا الشكل زي اليساوي خامس بس مايلة، زي اليساوي بس مايلة، المرسومة على الأضلاع تدل على تساوي الأضلاع المرسومة عليها. يعني مثلا زي الواجب اللي حيكون عندكم، أنا حعطيكم السؤال الثالث اللي هو موجود عندنا صفحة 143. لو انتبهنا على هذا السؤال، تمام؟ لو انتبهنا على هذا السؤال، شايفين هون يا خامس معطيكم باللون الأزرق شرطة صغيرة وهون كمان شرطة صغيرة، طبعا هي حتكون واضحة عندكم على الكتب أكتر.
هيك راسم لك هون شرطة وهون راسم لك شرطة. هاي مس معناها انه هذا الضلع بيساوي هذا الضلع، تمام؟ عشان تكون عارف انت تشتغل هذا الضلع من هون لهون بيساوي هذا الضلع، لانه حط لي هاي الاشارة. يعني بما انه هذا طوله 50 اذا هذا طوله كم؟ 50. حتى فوق شايفين عنا بسؤال 2 برضو معطيني هون يساوي او يساوي، يعني هو ممكن يحط شرطتين او ممكن يحط شرطة، ما بتفرق، شرطة او شرطتين ما بتفرق. فهي معناها انه هذا الضلع كمان بيساوي هذا الضلع، هاي معناها انه هذا الضلع بيساوي هذا الضلع. كتطبيق منكم ما رح اكتر عليكم، رح يكون عندكم الواجب حل السؤال الثالث صفحة 143، ويعطيكم الف عافية.